لان احنا من قبل احنا معتمدين كل الاعتماد عماله التعليم او وزاره التعليم كانت هي الحقيقه هي اللي مهتمه بهذه الجوانب كثير جدا جدا ودون تدخل اي جهه اخرى. وفي حاله تدخل الاتحادات او اي جهه اخرى لها علاقه باي لعبه او باي نشاط طبعا نستعين بها في بعض النقاط الهامه او النقاط الفنيه. لكن الحقيقه نحن لعدم وجود هذه الامكانيات ولعدم وجود البرنامج الكبير لنشاط مدرسي بوزاره التعليم طبعا نحن اكيد نستعين بناس اخرى حتى لا يبدأ على ابنائنا هذه الطلبه المتميزين في جميع الانشطه لا تضيع عليهم الفرص في المشاركه الوطنيه وفي المشاركه الدوليه. فبعد الاتحاد العام لكرة القدم اتاح لنا الفرصة وقال نحن مستعدين نتعاون معاكم وهؤلاء الطلاب طبعا يشاركوا زيهم زي الطلاب الاخرين على المستوى العربي، وعلى المستوى العالمي نحن طبعا اطلقت صدورنا وبذلنا جهد كبير. وبهذه المناسبة حقيقة إدارة النشاط المدرسي كانت لها بصراحة الشكر الجزيل اللي خططت واجتمعنا وكثير من الاجتماعات وبذلنا جهد كبير حقيقه في اعداد هذه الفرق سواء في المنطقه الشرقيه او الغربيه او الوسطى. فكان هناك عدد من الطلاب المتميزين في هذه الانشطه. فنحن فوجئنا على اساس ان الاتحاد العام هو سينظم هذه يعطينا اللي هو الامكانيات ويشارك الطلبه المشاركه الفاعله اللي هو في المستوى العربي. وكانت الامور ماشيه تمام التمام واتفقنا هناك سيكون ثمانيه فرق. كانت ثمانيه فرق على مستوى ليبيا وللاسف الشديد قلصت لاربع فرق. هذه ليش؟ لان نحن لو كان وزاره التعليم عندها الامكانيات وعندها فعلا الحرص على النشاط المدرسي الذي يعتبر عمود من عمل بناء العمليه التعليميه لما وصلنا اليه اليوم. كانت ثمانيه فرق على مستوى ليبيا، الجنوبيه اثنين والشرقيه اثنين والغربيه اثنين والوسطى اثنين، كان ثمان فرق. للاسف الشديد الاتحاد العام لكره القدم فوجئنا بان قلص هذه الفرق من ثمان فرق الى اربع فرق.